صباح الخير أعزائي الطلبة وطلاب الصف السادس ابتدائي، أهلا بيكم ورجعنا درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة من الوحدة الثانية البيئة الصناعية، والعنوان باسم الصناعة والمناطق الصناعية. تعالوا بينا ناخد أهم النقط اللي هنعرفها في درس النهاردة. أهم النقط هنعرف بداية الصناعة في مصر بدأت إزاي، وهنعرف إنها بدأت أيام القدماء المصريين في الحضارة المصرية القديمة وتطورت حديثا على يد محمد علي. هنعرف كمان يا حبايبي، هنعرف أنواع الصناعة، وعندنا 3 أنواع للصناعة: صناعة حرفية اللي هي الصناعة اليدوية، ونعرف صناعة بسيطة وناخد أمثلة عليها، ونعرف الصناعات الحديثة. يبقى أنواع الصناعة 3: صناعات حرفية يدوية، وصناعات بسيطة، وصناعات حديثة. كمان في درس النهاردة في نقط تانية هنتعرف عليها، زي أهم الصناعات في مصر، وعندنا أكتر من نوع: عندنا الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، برافو عليكم، صناعات المعدنية، والصناعات الهندسية والكهربية، وعندنا الصناعات الكيميائية. تمام؟ طيب هناخد إيه كمان يا مستر؟ هناخد أهم مناطق الصناعات في مصر، زي العاشر من رمضان، دي مدينة اسمها مدينة العاشر من رمضان. كمان السادس من أكتوبر، مدينة السادس من أكتوبر، وحلوان، والمحلة الكبرى، ونجح حمادي، وأسوان. كمان هنتعرف على هدف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية. إيه هدف الدولة إنها تنشئ مناطق صناعية؟ هنبدأ درس النهاردة. يرجع تاريخ نشأة الصناعة حبايبي في مصر إلى عهد الحضارة المصرية القديمة، فقد عرف المصريين القدماء صناعات الأدوات الزراعية لأنهم عرفوا الزراعة، والمعدات الحربية، وصناعة الخزف، وصناعة المنسوجات، وصناعة الزيوت، وبرعوا كمان أيضا في صناعة الحلي، وتشهد الآثار على دقة الصانع المصري ومهارته. ولكن في العصر الحديث حبايبي، شهدت مصر نهضة صناعية جديدة على يد محمد علي اللي هو مؤسس مصر الحديثة، وده وضح في إن ازدهرت جميع الصناعات السابقة، وكمان أضاف ليها صناعات جديدة زي صناعة السكر، مش بس كده، وكمان صناعة السفن. طيب تعال ناخد تصنيف الصناعات حسب درجة تطورها. عندنا صناعات حرفية بين قوسين يدوية، ودي بتعتمد على العمل اليدوي، جاي من اسمها يدوية، تعتمد على العمل اليدوي وتحتاج إلى رأس مال قليل. زي إيه؟ زي صناعة حفر الخشب، السجاد اليدوي، الفخار. عندنا كمان صناعات بسيطة، زي ودي بيعتمد على تحويل المواد الخام إلى صورة أخرى لتقليل حجمها أو وزنها، وتعتمد على عدد كبير من العمال إلى جانب الآلات، يعني كمان بيستخدموا آلات بجانب عدد كبير من العمال. طيب زي إيه؟ زي صناعة حلج القطن. حلج القطن، القطن لما بيتاخد من الأرض الزراعية بيكون جواه بذور، بيبدأوا يفصلوا البذور عن القطن نفسه. 2، صناعة حفظ وتعليم الفاكهة. 3، تصنيع الجلود، من الصناعات البسيطة. الصناعات الحديثة دي بتعتمد طبعا بشكل كبير على الآلات الحديثة، ويقل فيها الاعتماد على العمالة البشرية، زي صناعة الآلات والسيارات، حاجات حديثة، زي صناعة الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر، برضو صناعات حديثة. فإحنا كده عرفنا تصنيف الصناعات على حسب درجة تطورها، وعندنا 3 أنواع من الصناعات. يبقى عندنا صناعات حرفية يدوية، صناعات بسيطة، صناعات حديثة. هسأل دلوقتي، هسأل وأقول إيه تصنيف الصناعات على حسب درجة تطورها. عندنا كام صناعة؟ برافو، 3. تعال نتعرف على أهم الصناعات اللي موجودة في مصر حاليا. عندنا الصناعات الغذائية، زي إيه؟ زي صناعة السكر، وحفظ وتعليب الفاكهة والخضروات. كمان عندنا من أهم الصناعات صناعة الغزل والنسيج، زي الملابس الجاهزة والمفروشات. ممكن يسألني سؤال يقول لي صناعة المفروشات من أنهي نوع من الصناعة؟ هقول له صناعة المفروشات من صناعة الغزل والنسيج. برافو عليكم، فهمتوا؟ طيب ممكن كمان ناخد من أهم الصناعات الصناعات المعدنية، زي جاي من اسمها معدنية، يعني هيعتمد على معادن زي الحديد والصلب والألمونيوم. كمان عندنا الصناعات الهندسية والكهربائية، زي
الثلاجات والأجهزة الإلكترونية، أجهزة السيارات والآلات، كلها دي صناعات هندسية كهربائية. الصناعات رقم 5، الصناعات الكيميائية. الصناعات الكيميائية زي صناعة الأسمدة، زي الأسمدة والأدوية والصابون والعطور. 4 حاجات، الأسمدة والأدوية والصابون والعطور. طيب تعال نعرف إيه أهم المناطق اللي موجودة في مصر فيها تعتبر مناطق صناعية، زي العاشر من رمضان، مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وحلوان، والمحلة الكبرى، ونجع حمادي، وأسوان. إيه هدف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية؟ ليه الدولة بتنشئ مناطق صناعية؟ ممكن يجي لنا فيها سؤال بما تفسر. الإجابة، الهدف هو تطوير الصناعة وزيادة عدد المصانع، كمان الهدف تشغيل الأيدي العاملة. مش بس كده، بهتم بالمناطق الصناعية علشان زيادة الصادرات المصرية والحصول على العملات الأجنبية، وكمان زيادة الدخل القومي لمصر. تعال ناخد تدريبات على درس النهاردة ونشوف مدى فهمنا لدرس النهاردة. نبدأ بالسؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. من الصناعات الهندسية صناعة نقط، العطور، أجهزة السيارات، الأسمدة، الألومنيوم. ها نختار إيه؟ حد يفكر؟ من أهم الصناعات الهندسية، برافو، الأجهزة أو أجهزة السيارات، تمام. طيب السؤال الثاني، من الصناعات البسيطة صناعة السجاد اليدوي، حفظ الفاكهة، الأسمدة، الكمبيوتر. برافو، الإجابة حفظ الفاكهة. السؤال اللي بعده، بدأت الصناعة الحديثة، ها بصوا هنا بيقول الحديثة، في مصر في عهد مين؟ محمد علي، الملك فاروق، محمد كريم، عمر مكرم. برافو، الإجابة محمد علي. السؤال اللي بعده، تحتاج الصناعة نقط إلى عدد كبير من العمال، ها تفتكروا اليدوية ولا الحديثة ولا البسيطة ولا الهندسية؟ برافو برافو شاطرين، عدد كبير يبقى البسيطة. صناعة الأسمدة، السؤال اللي بعده، والأدوية من الصناعات اللي إيه؟ سمع حد بيقول يا مستر الكيميائية، برافو عليك، هي من الصناعات فعلا الكيميائية. السؤال الثاني، سؤال أكمل، من أهم الصناعات اليدوية نقط، ومن أهم الصناعات الحديثة نقط. طبعا من أهم الصناعات اليدوية صناعة السجاد، برافو، ومن أهم الصناعات الحديثة صناعة الآلات والسيارات، تمام. السؤال اللي بعده، تعد صناعة السكر من الصناعات نقط، بينما صناعة الألومنيوم من الصناعات نقط. صناعة السكر من الصناعات الغذائية، برافو، وصناعة الألومنيوم من الصناعات الإيه؟ من الصناعات المعدنية، جميل جدا. طيب سؤال رقم 3، عرفت مصر والصناعة الحديثة في عهد خدناه، برافو، سامع حد بيقول محمد علي مستر، تمام. طيب ناخد سؤال بما تفسر إنشاء الدولة للمناطق الصناعية، إيه هدف الدولة من إنشاء المناطق الصناعية؟ نقول تهدف إلى تطوير الصناعة وزيادة المصانع، تشغيل الأيدي العاملة، زيادة الدخل القومي، زيادة الصادرات، والحصول على العملات الأجنبية. تطوير الصناعة وزيادة عدد المصانع، تشغيل الأيدي العاملة، زيادة الدخل القومي، وزيادة الصادرات، والحصول على العملات الأجنبية. اكتب ما تشير إليه العبارة التالية، صناعات يتم فيها تحويل المواد الخام إلى صورة أخرى لتقليل حجمها وزنها، صناعات بسيطة، برافو. الصناعات تعتمد على الآلات الحديثة، يقل فيها الاعتماد على العمالة البشرية، برافو، صناعات حديثة، جميل جدا. ناخد سؤال كمان، هي الصناعات اللي بتعتمد على العمال أو على العمل اليدوي تحتاج إلى رأس مال قليل، جاي من اسمها عمل يدوي، برافو، هي الصناعات الحرفية أو بين قوسين اليدوية. كده انتهى درس النهاردة، شكرا ليكم حبايبي، نتقابل في درس جديد ونحل كتاب تدريبات كتاب المدرسة، شكرا ليكم.